المنتظر البهدوي ما شئت فعبر يسلم على الإمام بحسب حالاته، الإمام إما هو قائم أو قاعد، الإمام إما هو راكع أو ساجد، الإمام تارة يهلل ويكبر، الإمام يصبح ويمسي. الإنسان المسلم في هذه الفقرة يسلم على الإمام بكل حالاته. الآن لماذا السلام بكل حالات أو في كل حالات الإمام؟ لأن المعصوم لا يخلو في آن من الآنات من الإقبال إلى الله عز وجل أو الإقبال على الله عز وجل. إخواني، هذا المعنى معنى دقيق. البعض يظن هكذا أن المعصوم مثلا يترك الحرام ويفعل الواجب، ويترك المكروه ويعمل المستحب. الأمر أعظم. المعصوم لا تمر عليه لحظة من لحظات العمر إلا وهو ملتفت إلى الله عز وجل. كم هذا المعنى معنى ثقيل وتحتاج إلى مراقبة مستمرة. أمير المؤمنين ما نظر إلى شيء إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه، حتى أنه يفهم من بعض النصوص أنه هكذا، لعله نسب إلى النبي: تنام عيني ولا ينام قلبي حتى في النوم. المعصوم نومه من سنخ آخر، ولهذا الأنبياء يوحى إليهم في المنام كإبراهيم الخليل عندما رأى ذبح إسماعيل. إذن الإمام في كل تقلباته ذاكر، مهلل، مكبر، ولهذا استحق السلام. إلى متى أحار فيك يا مولاي؟ وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟